مستمرين في حل نفس المسألة. وبارت سي المطلوب مني انه to find the intervals where f is increasing and decreasing and find the extrema of f if any, أي إذا كان يوجد هناك extrema. هذا كله يتوقف على أقصد increasing أقصد decreasing. حتى بالنسبة للإكستريما يلزمني إنه نعمل ساين تشارت ل f برايم اوف اكس. فهذا يا أصدقاء اللي راح نعمل هون هو ساين تشارت ل f برايم اوف اكس اللي هي ايكوال زي ما انتم شايفين 2 بلس 2x سكويرد اوفر 1 ماينس x سكويرد اول سكويرد. طب انا شو بدي اسجل على هذه على هذا اللاين؟ نسجل عليه كل البوينتس اللي ريجكتد من الدومين واللي هم زي ما انت شايف عندي ماينس 1 اند 1 عندي ماينس 1 اند 1 وكمان راح نسجل عليهم الكريتيكال بوينتس. بس زي ما انتم شايفين نو كريتيكال بوينتس من المساله التي او من الفرع اللي سبق ما كان عندي critical points لهذا الفانكشن. اذا يلزمني f يلزمني f برايم يلزمني الدومين والcritical points if any. الان لما نيجي نشوف الساين تشارت بالنسبه ل f برايم راح نختار randomly اعداد اكبر من 1 عدد اكبر من 1 ونعمل بلاج ان هون وعدد بين ماينس 1 و 1 ونعمل بلاج هون وعدد less than ماينس 1 ونعمل بلاج ان هون. لكن انا اقول ما يلي انه لا تهتم بهذا. يا ترى ليش ما بدي اهتم بهذا ونحن نفحص بالصاين؟ كما ترى معي انه هذا سكوير فهو دائما بوزيتيف ودائما بوزيتيف مينز انه لا يؤثر على الصاين تشارت. فقط راح نهتم بالنومريتر ناخذ النومريتر بلوج ان 2 ات ويل بي بوزيتيف اند يو كان ريكوجنايز ذات. راح تكون عندي هون بوزيتيف راح تكون عندي هون بوزيتيف وراح تكون عندي هون ايضا بوزيتيف مما يدل على ان هذا الفانكشن في حاله دائمه من الانكريسنج. لاحظ ما في انترفلز بيكون فيها ديكريس. اذا نقول هنا ان اف increasing من minus infinity لين minus 1 ولازم open union with من minus 1 إلى 1 union with من 1 إلى infinity وما فيه intervals of ما فيه decreasing. هلا ما في عندي أيضا خلصنا ال increasing خلصنا ال decreasing غير موجود ال extrema ونقصد هنا ال local ولا يوجد عندي local extrema لهذا الفانكشن لا local minimum ولا local maximum لأنه عشان يكون في local minimum لازم يعمل increasing then decreasing عشان يكون local maximum لازم يكون فيه increasing then decreasing وهذا الشيء زي ما انتم شايفين غير متحقق. إذا no extreme لا يوجد extreme هذا الفانكشن. بقي عندنا يا أصدقاء أيضا الفرع D وهو القبل الأخير وهو أنه to find the intervals where f is concave up and down and the points of inflection if any. وبهذه طبعا هذا راح نعالجه بالفيديو التالي. ابقى معنا وتابع الحل وشكرا.